السلام عليكم، هذه هي ماكينة الخراطة هاريسون إنجليزية. تتكون ماكينة الخراطة من الجزء الأساسي اللي هو هذا الفرش، مثبت بالأرضية بواسطة براغي ومصنوع من حديد الزهر، يتحمل مقاومات عالية. يركب على الفرش هذا الجزء اللي نسميه الغراب الثابت، والجزء الآخر اللي هو هذا نسميه الغراب المتحرك، والجزء الآخر لهذا نسميه العربة. بالنسبة للغراب الثابت، طبعا هنا الجيسر عندنا ده تنتقل الحركة عن طريق هذه العتلة الموجودة عندنا، هذه العتلة تنتقل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية. هذه انتقال الطاقة الكهربائية إلى ميكانيكية عن طريق الماتور الموجود هنا، تنقل الحركة للعمود الدوار عن طريق الدشالي أو الأقراص المسننة الموجودة داخل الغراب الثابت. وهنا مجموعة من الدشالي بتحشق واحدة بالثانية، تنقل لنا الحركة للعمود الدوار، ومن العمود الدوار للعينة أو ظرف المخرطة، وتكون ثلاثية الفكوك. طبعا احنا عندنا أنواع من العينات، أكو عينات رباعية سر لا مركزية، هذه العينة ثلاثية الفكوك. من أقول ثلاثية الفكوك لو أحسبها 1 2 3، يعني 3 فكوك موجودة عندنا، افتح واغلق من مكان واحد. طبعا هنا أنا ما أخلي المفتاح وأنسى، لأن هذه حصر عندنا لطرق السلامة المهنية. المفروض المفتاح بس نفتح العينة، من أفتح الفكوك أفتحها على قد القطر اللي راح استخدمه، يعني أنا مو عندي شفت هنا أثبته وعندي قطر على قد القطر، إذا أفتحها أكثر من القطر إيش راح يصير؟ تفلت، لأن هذه الفكوك الموجودة عندنا بها أرقام 1 2 3 أو 3 2 1 أو 2 3 1، فأني إذا أفتحها أكثر من الحد المقرر، أكثر من القطر مالتي، راح تفلت الفكوك الموجودة عندي. هنا أنا أكو صندوق من السرع، عندنا سرع قليلة وسرع متوسطة وسرع عالية، كل وحدة لها استخداماتها. يعني أني إذا عندي سرعة قليلة أستخدمها لعمل أسنان، إذا سرعة متوسطة حستخدمها لعمليات الخراطة وعمليات التثقيب، السرعة العالية لعمليات الصقل. شلون أعرف أتحكم بهاي السرعة؟ عن طريق هاي العتلات الموجودة عندي. هنا أنا أكو جدول، هذا نظام مليمترات مكتوب، وهنا أنا نظام إنجات، هذا هنا كله لعمل أسنان، هذه على خشونة ونعومة السطح موجودة عنده. هاي العتلة الموجودة عندنا إذا حركتها من اليمين لليسار راح تكون خراطة طولية من اليمين لليسار، وإذا بالعكس من اليسار لليمين. زين، نجي على الجزء الآخر اللي هو عندنا الغراب المتحرك. هذا هو الغراب المتحرك، نثبت به طوبة السنتر، وأقدر أشيلها وأثبت به طوبة التثقيب اللي أسوي ثقب سنتر أو أي ثقب أني أريده. بالنسبة لطوبة السنتر فائدتها للإسناد القطعة وتحديد طول المسافة، يعني أنا عندي قطعة منها لهنا أحددها بواسطة طوبة السنتر. إذا عندي طوبة تثقيب أقدر أسوي ثقب سنتر أو أي ثقب أني أريده عن طريق الغراب المتحرك. من أثبت لازم أفتح هذه بهالشكل، هذه هنا أفرها، طبعا ما أطلع مسافة هواي لأن هذا تفلت عندي، ومن هنا أضبها اليد مالتي أضبها وأثبت الغراب المتحرك. نجي على الجزء الآخر اللي هو هذه العربة. هذه هي العربة، حركة العربة قلنا حركة إما يدوية بهالشكل هذا أو حركة أوتوماتيكية. منا أرفع الحركة الأوتوماتيكية، من أطفي بهالشكل. طبعا من أرفع الحركة الأوتوماتيكية منو راح يتر عندي؟ عمود السحب أو الجر. بس إذا عندي حركة مو أوتوماتيكية يدوية، يعني إذا بهالشكل هذا، هذا داخل العربة أكو مسنن مرتبط ويا الجريدة المسننة. ها هي الجريدة المسننة، فإذا المسنن مرتبط ويا الجريدة المسننة في حالة الخراطة الطولية بالنسبة للعربة. يركب على العربة راسمة سفلى كبرى، هذه الراسمة تدريجاتها من 0 للـ0 هي 5 مليم، يعني أني من أريد أصفر أصفر بهالشكل هذا، خليه على 0 وأبدي هذا 0 بعد 5 مليم، هذا 0 من هنا أخذ 20، هاي 20، هاي 14 من المليم، 16 من المليم، 1 18، هذا 1 مليم، وهكذا. يعني أنا أخذ جزء جزء، 20 20،
قلنا هذه الراسمة السفلى الكبرى 5 مليم التدريجات مالتها. نجي على هذا الجزء نسميه راسمة عليا صغرى. شنو فائدة الراسمة العليا الصغرى؟ تحدد لنا المسافات القليلة اللي هي 1 أو 2 مليم. أيضا هنا إذا أفتح منها وأفتح منها أقدر أسوي ميلان مخروط مثل هذا المخروط، أقدر أسوي بالراسمة العليا الصغرى. زين، هذا الجزء نسميه البرج، هم يتركب عليها هذه اليد العتلة. إذا أني القلم عمودي على القطعة ماتي مثل هسه، هذا القلم عمودي على القطعة في حالة الخراطة الطولية، وإذا أفتحها وأميلة بزاوية راح أستخدم الخراطة الوجهية. يعني أني عندي قطعة ثبتها هنا، إذا خراطة طولية القلم يكون عمودي، إذا خراطة وجهية حيكون القلم مائل بزاوية 45 درجة. هذه أنواع من الأقلام كلها HSS صلب السرعات العالية هاي سبيد ستيل. هذا شكل القلم نصف دائري، هذا شكل القلم مثلث، وهذا الشكل الآخر اللي هو قلم قطع. فإذا أنا مثبتة هنا 3 أقلام بالبرج مالتي حسب استخدامات القطعة الألمنيوم أو أي قطعة أنا أريد أشتغل عليها. هسه هذه بالنسبة لهنا عندنا هذا عمود الأسنان أو اللوالب أو القلاوض، هذا نقدر هنا هذا العمود زائد عمود السحب أو الجر، إذا اثنينهم افتروا زائدا هاي العتلات اللي رتبناها حسب خطوة السن أو حسب عدد الأسنان راح يسوي لنا سن. زين، إذا بس هذا يتحرك، يعني هذا شوكت بالحركة النصف أوتوماتيكية، هذا العمود اسمه عمود السحب أو الجر، هذا كل ما موجود بماكينة الخراطة. طبعا هنا عندنا هذه هاي إمرجنسي، هذه للحالات اضطرارية، يعني مو أني أجي ألعب بها، هذه بالسلامة المهنية، مو أني أبكي فيه كل ساعة أبدي أحركها وألعب بها. فإذا من السلامة المهنية هذه ما أحركها. عندنا هنا المفتاح ما أنساه، وقفتي تكون بشكل يعني ما أقرب عيني من يم القطعة مالتي وأبدي أشتغل حتى لا يتطفر الرايش، لازم ألبس نظارات وعندي قفازات أستعملها هنا والشيت مالتي والقطعة مالتي وأبدي أشتغل أني بحسب الأصول. هذا الجزء ما رح أحتاجه لأن أنا عندي قطعة ألمنيوم رح أشتغل عليها، طبعا هذا ما سائل تبريد يعني هنا ما رح نحتاجه. كل ما موجود هذه ثانية، هذا الجزء يمكن هذا ما شرحت لكم عليه، هذا على الابواب، احنا هذه ما ماخذيه على الابواب. هاي العتله، شوفوا هاي العتله الموجوده عندي، اذا للخراطه راح تكون نازله لي جوا، اذا عمل اسنان تكون صاعده لي فوق. وشكرا.